أنا أبي أعرف ليش تنازلت عن حقك؟ ليش سويت كذي؟ أنا ما تنازلت علشانه، لأنه ما همني. مثل ما قلت لك، أنا تنازلت عشانك أنتي والدكتورة أريج، لأنه أنا بالمباحث مر علي شريط كل المشاكل والظروف اللي تمرون فيها، فما حبيت أزيد همكم هم ولا مشاكلكم مشاكل. أنا أصلاً ما كان لي وجهي أشوفك، وأشكرك حتى على الموقف الرجولي اللي سويته، بس قبل لا أمشي وأخليك تركز على شغلك عندي نصيحة صغيرة. إذا صج ما تبين المشاكل وصج ما تبي الوضع يكون أسوأ بين أريج وأخوها، اهدأ وفكر تدش البيوت من أبوابها، وإن شاء الله ما يكون هذا اللقاء الأخير بيننا. أنا بريك هيات. شوف جنان، أدري مشغولة وعندك إعلانات وتقولي لي الحين بمشي وهذا كله، بس أنا عندي سؤال. شنو أقول بسرعة؟ أنس أخوي، في ميانة بينكم أكثر من ما هو مع فنان؟ لا، ليش؟ أنا ما أدري، أمس طلب يكلمني ولما رحت له حسيت كذي، كل ما قاعد قرب من بيتكم أنا هو قاعد يتغير وياي. لحظة، يعني هو الحين قال لك شيء عني، يا باسمي بالموضوع يا بطاريه؟ لا مو بالضبط، بس أحس غيران من اللي قاعد يصير بيني وبينك، و ماني عارف اتصرف وياه. يعني اذا في شيء انا ما اعرفه خله اعرفه. لا ما في. اكيد اكيد جنان. دكتور اريج، هلا، سبقيني المكتب. شلونك؟ زينه؟ تمام الحمد لله. قبل نص ساعة مش كانت هنا، أكيد ما شفتيها صح؟ صدق؟ أنت شفتها وقعت معاها؟ شفتها وقعت معاها وسولفنا مع بعض، يعني خذيت بخاطري على اللي صار أمس. أريج، في عندي طلب صغير. شنو؟ في موضوع لازم نتكلم فيه مع بعض، بس المكان ما ينفعني. شوف أي الوقت والمكان اللي يناسبك وقولي لي. أوكي إن شاء الله. أوكي، يعطيك العافية. الله يعافيك.